تعالوا بسرعة نبص بس المعلم جلجل صاحب القهوة اللي على الناصية عندهم هناك وانت نازل جاب نصران أعور هينضفه. طبعا شفنا في الأول إن هو نفخ فيه، طبعا جاب حتة لحمة من الفخدة شوية ثوم وتوابل كده وهيقطعهم هيفرمهم بالساطورين. المشكلة والعجوبة في آخر الفيديو أصلا، يعني المعجزة كلها في آخر الفيديو. المهم البيض يا عالم، ده بيض تمساح ولا إيه؟ بياخد البياض بس، طبعا صويا صوص راجل معلم. السمسم عندهم حاجة مقدسة جدا في كل أكلاتهم، مش عارف ليه. أيوة معلم، أفرم عك كله في بعضه. أيوة ده هيحشي، ده هيحشي، ده حاشا. يعني المصران عندهم ما بيتحشيش زي عندنا. بس المصران ده ماله تخين قوي كده ليه؟ المصران ده انا شاكك فيه. لا ده مش مصران عجال، لا عارفين ده مصران ايه؟ حد عرف؟ طب وربنا ده ما مصران عجال نهائي. او في مصران عندنا بالمنظر ده، ده مصران خوخو خخيخو. المعلم خلص طبعا زي ما احنا شايفين. ايوه انزل يا باشا، انزل يا متدلع، ادخل يا باشا سم الله، يلا اقطع بالهنا والشفتيش.